مرحبا بالقرائية اللي عرفها كندا وجميع الموجودين جديد في حلقة حلوة. اليوم حلقة كندا رح نسوي تصوير جديد تعليم أطفال السباحة، وهي فقرة جديدة من القناة. والعمر الطفل هذا 50 يوم، هذا الطفل هو ابني، يعني انه حتى نقول له خشبكم اسمه آدم و 50 يوم عمره، وحنروح لكم نجيب اسباح ونسبحها ونشوف انه خليه يتكيف مع الاجواء هذه. الغرض من هذا الفيديو انه الناس اللي عندها اطفال او لديهم او عندها موجودين حديثين موجودين بالولاده في كندا، حسب الخبره اللي عندي يعني انا طبعا لاعب منتخب وطني وبطل العراق السباحه، الاكسبيرينس اللي اخذتها من كندا، الطفل اللي يصير عمره شهر وفوق تقدر تنزل المي وتسبحها. خلي ناخذ الدوش. وانا ما اخذوش وراها حروح للمسبح وحنشوف عمليتين. العمليه الاولى رح نسويها في مسبح الاطفال بدرجه حراره المي 43 او 34 درجه مئويه، والمسبح الثاني اللي هو الهوت توب او الجاكوزي المياه الحاره درجه حراره 40 درجه مئويه. في كندا هنا المسابح تكون ستاندرد انه درجه الهوت توب لازم تكون 40 درجه مئويه مال خصوص الهوت توب، والمسبح مال السبورت او التعليم اللي يدربون مسبحها 28 يعني 28 درجه، ومال الاطفال هو 34. تعالوا وياي رح نروح انا وادم ونشوف انه بمكانين، وبعدين انه نشوف شو راح يصير يا ادم، هل يعرف يسبح ولا ما يعرف يسبح؟ جزء يطلع له ابو سباح ولا لا؟ تعالوا وياي يلا. اليوم وفقره جديده، طفل، وهذا الطفل هو ابني واسمه ادم وعمره 50 يوم، 50 يوم بس. راح اشوفكم اليوم انه هي مو مجازفه، ولكنه انا كنت قابل سابقا في العراق سباح وبطل العراق بالسباحه بمسافات طويله بالمنتخب الوطني العراقي. فاليوم بدي احاول ابني ابني الى الرياضه من هو صغير. اشوف ادم شو حشوف طاوع. هذا ادم، اوكي. راح اشوفه شلون يوم يسبح. جيب الطفل تخليه هنا على بالنقاء مي حتى تعلم السباحه، تخططه. انتوا تعرفون انه الطفل من يجي للدنيا هو بطن ماي عاده يسبح ويكون مطول. فناظر حيتوج راح نجيب فد شيء راح نسوي له عمليه حتى يتكيف ويا المي. حتى شويه شويه حتى لا يكون يشرب ماي. نجيب هذه مثلا خليها هنا. يلا 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 هذا اليوم حيسبح. شوفوا ايانا قدامكم شلون مطوف. فعجبتني الفكره مالته، وهو الطفل اول ما يجي للدنيا اذا شفنا بطنه هو اصلا هو يعني يكون يسبح فمرتاح ومسترخي. طبعا هذا تشوفون انه هو يستعملون هذه خاصه الحفاضه بالمسابح والكامله وجاهزه، والطفل وحده مسترخي. يلا اليوم شفناكم فد حركة حلوة، وطفل حتى دي يسمع طبعا هذا المسبح مدينة إدمنتون، هو مسبح عائلي. وبعدة مسابح المهم اولادكم منهم ما يجون الدنيا. طبعا هذا عمره 50 يوم، اقل من شهرين. تشوفون يصير المي عليه على وجهه عادي.
درجة الحرارة هنا 40. أول ما تيجي 40 درجة هو حار كلش. أو سوري 40 درجة الحرارة تشوف تغطي رجله أول شيء، تشوف إنه رجل الطفل شلون إنه هو خايف ومح يعني ميت كلش حار يشوي. هذا هو الجاكوزي أو الهوتوب الخاص بالريلاكس. طبعا الطفل جلده مو مثل جلدك، فلازم تتعامل وياه بحنية وريلاكس. حط عليه الماء أول شيء، تشوف الطفل باعه إنه لازم يبكي، وتتعامل وياه إنه كتتعامل وياه كإنسان، بس الجلد مالته هو راح يكون الجلد رقيق مو مثل جلدنا. 50 يوم بس الولادة، يعني الولادة مالته تقريبا أقل من شهرين. طبعا هسه الطفل جلده يسترخي، نشوفه جلد على راسه ماي على كتفه، ووراها تحاول تنزل بالماء كل جسمه. آدم شوفه شلون استرخى بعد. طبعا الطفل هنا يحب الماء الحار انه هو يخدره ويصير ريلاكس. بس حاول انه نطرح راسه، لانه هو راسه يكون هذا اللي يقول لك الدماغ اللي يحمي. يعني انا واحد من الناس كشخص كبير او انه ادلت ما تقدر تخلي راسك تحت جو الماء، فحاول انه تحتفظ بمجال انه تخلي راسك فوق الماء حتى لانه ساعات حراره الجسم. لا تبقي الطفل اكثر من فتره طويله اكثر من 5 دقائق، لانه درجه حرارته عاليه واضافه يشعر بالتعب. امور طبعا الامهات الموجودات او الاباء او اي شخص موجود عنده اطفال ممكن يوديه في اي مكان ويمارس هذه العمليه. الطفل اللي هو صغير ويكون انه يمارس السباحه او يتاقلم الماء، من يجي انه مستقبلا يتعلم السباحه او يتدربه راح تكون عليك عمليه سهله. يحب الماء مو يصير عنده رعب او خوف. 50 يوم اوكي تشوف ممكن يسوي نوم خدر يشرب النوم وخدران وهذه درجه الحراره الماء 40 درجه مئويه. كنا في درجه 34. المسبح هذا انقسم الى 4 درجات، 28 بالكبير مال اللي يسمونه البراكتس والسبورت. المسبح الاطفال هو 34، هذا الهوت توب تقريبا 39 40 ديجري. هسه اليوم انه شفتكم اني ادم وهذا ابني ادم، اليوم انه تدربه شلون يتعلم ويتاقلم ويا المي، انه عنده مستقبل يصير سباح مثل ما انا كنت سباح وبطل العراق بالسباحه المسافات الطويله. عنده يسبح انه بنهر دجله بنهر الفرات وفورس سكاتون واني مكان كندا بالبحر اي مكان، حتى انه تبني اساسا من هو صغير. هذا الفيديو خاص بالعراق وكندا وخاص بكل الاصدقاء الموجودين. ان شاء الله راح اشوفكم فيديوهات اخرى واشوف انه تواصل وياكم. تعالوا وياي وناخذ اخر جوله ونطلع من المسبح. خلصنا السباحة مالتنا وشوفتكم اليوم شلون انه كل طفل يبدي حياته في المسبح او حتى ما يخاف من المي. ادم اليوم ابني شاركنا في هذا التمرين وبهذا اللقاء، وحاليا احنا خلصنا السباحة واخذنا شاور وجاهزين. علموا اولادكم بالايام الاولى انه كيف يتكيف ويا المي وشلون انه يبني حياته مع المي حتى ما يخاف انه ما يبكي وما يتردد انه ولا يغرق. حالات الغرق بالعراق هوايه. كندا هذه الدولة العظمى الموجودة من سنة 1949 إلى اليوم عدد حالات الغرق هي عشرات وليست مئات. عدد حالات الغرق في العراق أو في الوطن العربي ممكن في السنة يكون ما يقل عن آلاف. إذا هنا أنه أنت من تعلم ابنك السباحة وتعلمه بطريقة صحيحة أو أنه تنمي عنده هذه القابلية راح يكون أنه بأمان نمبر 1، 2 انه يتعلم سباحة من هو صغير، 3 ممكن يكون له مستقبل رياضي حلو ويشارك في المنتخب العراقي ويمثل العراق في محافل دولية ويرفع راية الله أكبر. إذا اليوم علموا أولادكم السباحة من الأيام الأولى أو من الأشهر الأولى حتى أنه تزرعون ثم تحصدون رياضة حلوة اسمها السباحة. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العراق وكندا، تابعوني على قناة اليوتيوب في العراق وكندا وصفحة العراق وكندا. يلا بابا آدم سوي باي باي، سوي باي باي باي، وأنا عصام طبعاً. باي باي مع السلامة، شكراً.